تلتقي معكم مع الأستاذ الحسين كلو، رئيس شبكة جمعيات قلميمة وكذا كاتب جمعية غريز للثقافة والرياضة والأعمال الاجتماعية في المقر ديال الجمعية، باش نهضروا على موضوع مهم وشائك هو هشاشة البنية التحتية بمدينة قلميمة. الأستاذ الحسين بصفتك فاعل جمعوي بالمدينة، شنو ممكن تقول لنا على المعاناة ديال الناس ولا السكان ديال المنطقة ديال قلميمة مع هذا النقص اللي كتعرفوا المدينة من جميع النواحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنرحبوا بكم في المقر ديال جمعية غريس للثقافة والرياضة والأعمال الاجتماعية، وتنشكركم على هذا الاهتمام بالقضايا ديال المواطن. وموضوع الهشاشة هو في صلب الاهتمام ومن المواضيع ذات الأولوية. صراحة حينما نتحدث عن الهشاشة بمدينة قلميمة فهو من الأمور التي تؤرق الضمير وتشغله، على اعتبار أن الساكنة، وقد أحسنتم التعبير حينما قلتم بأنها تعاني وتعاني بشدة، حيث أنه إذا تطرقنا إلى مختلف المجالات الهشاشة فيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية والاجتماعية والثقافية التي يمكن أن يأوي إليها المواطن من أجل يعني إفراغ القدرات والطاقات وإبرازها، فهذا الأمر تفتقر إليه بشدة مدينة قلميمة. لا مرافق، لا مركبات اجتماعية، لا مركبات ثقافية، لا مركبات سوسيو ثقافية سوسيو رياضية، هذه الأمور كلها تغيب في مدينة قلميمة ولا تواجد لها في القاموس المحلي. إذا رجعنا كذلك إلى جانب أساسي من حياة المواطن اللي هو الصحة، نجد أن يعني بناية بحجم كبير من طراز حجم مستشفى 20 غشت الذي يحق للمنطقة أن تفتخر به، إلا أنه حينما تلجه يعني تصطدم بواقع مرير من حيث غياب الأطر الطبية وشبه الطبية والجهزة الأساسية التي يمكن أن تقدم وتسدي الخدمات الضرورية للمواطن، مما يجعله في تجوال وترحال مستمر بين المدينة، متنقلا إلى مدينة الرشيدية من أجل تلقي يعني أبسط العلاجات الضرورية. فيعني التخصصات شبه منعدمة، التخصصات الضرورية يندلج بين أن نرى مؤسسة مثل مؤسسة مستشفى 20 غشت ولا تتوفر على هذه الجهزات. من ناحية الأخرى حينما نتحدث عن البنية التحتية، وقد استبشرنا خيرا بمشروع تأهيل المدينة الذي نتمنى ونرجو أن يرى النور القريب في القريب العاجل إن شاء الله، والبوادر ديال تهيئة المساحات الخضراء والإمارة العمومية خير مؤشر وخير دليل على أنه هناك يعني شيء يثلج الصدور، ربما يلح في الأفق، نتمنى أن لا يتأخر عن ذلك. حينما نلاحظ الواقع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة فنرى على أن الأنشطة التي يمكن أن تلود إليها الساكنة خصوصا النساء والشباب من أجل توفير أنشطة مدرة للدخل أو الاشتغال بأنشطة يمكن ومشاريع، فنرى أن هذا الأمر لا تواجد له. فحتى أغلب الجمعيات لا تستفيد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اعتبار أننا نتواجد في المجال الحضري، وهذا المجال الحضري أسطر عليه وأضعه بين مزدوجتين، لأن قلميمة واش هي مجال حضري ولا مجال قروي ولا قروي شبه حضري ولا شبه حضري، لست أدري، ولكن المواصفات أو التسمية العنوان العريض بلدية قلميمة فهي يعني تحول دون استفادة الجمعيات من هذه. إذن بصفة عامة يمكن أن نقول أن الهشاشة السلبي والناس يعانون الأمرين، لا يمكن أن أقول بأن هناك إقصاء يعني مقصود، ولكن لا بد من هذا المنبر أن نوجه النداء إلى كل غيور، إلى كل مسؤول أينما كان، إلى المواطن العادي، آن الأوان أن يشمر الجميع عن ساعد الجد من أجل أن نعطي. حينما نمر بمدن وبلدات صغيرة ونرى أشغال تأهيل ونرى المركبات والمؤسسات سوسيو ثقافية وسوسيو اجتماعية، في الحقيقة نتألم كثيرا. لماذا؟ لأن قلميمة التي اعتبرت هي مشتل الأطر ومشتل
يعني الأطر العليا في البلاد أصبح العمل الثقافي والعمل الاجتماعي فيها لا ينال حظه. وأقول مما أقولها بصراحة، لم تنل بعد حظها مما ينبغي أن تنال من المشاريع والأنشطة والتهيئ والهيكلة. نتمنى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. شكرا شكرا.